نعم. وفق ما هو معلن في أحدث البيانات من هيئة الملاحة الجوية البريطانية، الخلل ما زال مستمر ولا يحدد جدول زمني أو موعد دقيق لإصلاح هذا الخلل. الخبراء في هذا المجال من الطيارين السابقين أو العاملين في هيئة الملاحة السابقين كانوا يتحدثوا عبر وسائل الإعلام أنه حتى لو حل هذا الخلل الآن فإن تداعيات هذه المشكلة سوف تستمر لساعات. الجيد أنها سوف تستمر لساعات إذا حل الآن وليس أكثر من ذلك. لا نريد أن نتحدث عن أيام وفق هذه التصريحات لما له من خسائر اقتصادية كبيرة سوف تطال هذا القطاع الهام الملاحة الجوية. على أي حال هذا الخلل ناتج إما عن كما تقول الآن هيئة الملاحة الجوية بأنه أو هذه المشكلة ناتج عن خلل فني أو الاتجاه الآخر هو هجوم. لكن ما يستبعد أن يكون ما حصل اليوم ناتج عن هجوم هو أن المجال الجوي لم يغلق كليا. هناك تقنين في حركة المجال الجوي لكن لا يوجد إغلاق، بمعنى أن الطائرات تهبط بنظام آخر غير النظام المتبع. النظام المتبع التكنولوجي الديجيتال بالملاحة الجوية الآن يغير إلى نظام آخر وهو التناظري، دعنا نسميها اليدوي أو الإنساني بعيدا عن التكنولوجيا المتطورة. هذا النظام يعني أن الملاحة الجوية قائمة تعمل لكن وفق قيود أصعب وتحتاج إلى فترات زمنية أطول لهبوط الطائرات أو إقلاع طائرات أخرى. بعض المطارات المجاورة للندن لا تتحدث عن مشاكل كبيرة مثل مطار ستانستيد، مطار جاتويك. يقول أن الحركة لديهم معلومات بهذا الخلل المعلن بداية من إحدى المطارات في اسكتلندا، ولكن الملاحة الجوية في هذين المطارين وفق ما أعلن منهما الملاحة الجوية تكاد تكون شبه طبيعية. هذا يعني أن المشكلة قائمة في مطار مثل مطار هيثرو ومعظم المطارات في البلاد هنا. لكن الحديث عن هيثرو تحديدا لأنه مطار ليس فقط تنتهي به الرحلات لكنه محطة ترانزيت أيضا لنقل أو لاستكمال رحلات أخرى، بالتالي الأزمة مضاعفة في هذا المطار. نعم، البدائل التي تحدثت عنها عمر والانتقال من النظام التقني التكنولوجي إلى النظام اليدوي كما ذكرت، هل وفر مساحة للتعامل مع هذه الأزمة؟ وهل بالفعل الحكومة لديها خيارات أخرى في حالة استمرت هذه الأزمة أكثر من ذلك؟ هي ليست المرة الأولى التي يتعطل بها هذا النظام أو تتعطل بها حركة الملاحة بناء على أسباب أخرى لها علاقة مثلا بإضرابات، بمشاكل في شركات الطيران إلى آخره من كل هذه المسائل تؤدي إلى مشاكل في الطيران. لكن بتعطل الملاحة، التوجه إلى الملاحة الجوية بنظامها القائم حاليا والانتقال إلى نظام قديم بلان بي دعنا نقول لمواجهة هذه الأزمة يقلل أو يزيد عفوا الفترة الزمنية. يعني في المطار مثل مطار هيثرو خلال دقيقة ونصف تهبط طائرة وتقلع طائرة أخرى على مدار 24 ساعة. هذا المطار يستقبل أعداد مهولة ويغادر منه أيضا أعداد كبيرة جدا من المسافرين. الانتقال للنظام الجديد يعني أن الفترة الزمنية تطول أكثر وأن الملاح، ولذلك الفضاء الجوي أو الملاحة الجوية لم تغلق بشكل كامل ولكنها قننت كي تتناغم وتيرة وسرعة العمل في المجال الجوي مع التواصل بين الأرض وبين الطائرة عندما تهبط في المطار أو عند إقلاع طائرة أخرى. لذلك قننت هذه الرحلات، بعض الرحلات غير اتجاهها، رحلت إلى مطارات أخرى سواء في أوروبا أو في مطارات في المملكة المتحدة لتخفيف الضغط على مطار هيثرو بشكل رئيسي أكبر والأهم في بريطانيا. لكن هناك تداعيات أخرى، يعني هذا الخلل سوف يحل لكن التداعيات الأخرى هي تداعيات اقتصادية كبيرة على بريطانيا، بمعنى أن وفق القوانين البريطانية شركات الطيران إذا ما تأخرت الرحلة عن أكثر من ساعتين فإن الركاب لهم ثلاثة حقوق: إجراء مكالمتين مجانيتين دوليتين طبعا بالاتصال لكي يطمئنوا على الأهل ويتواصلوا مع الأهل والأصدقاء، أيضا قسيمة شرائية بمأكولات ومشروبات، وثم مبيت في فنادق وأماكن مخصصة من قبل شركات الطيران. هذه المشكلة
لا تتحملها شركات الطيران، تتحملها هيئة الملاحة الجوية. بمعنى هذه المشكلة إذا ما زادت عن ساعتين في التأخير، وهذا قائم حاليا، فإن الشركات سوف تعوض المسافرين وتطلب تعويضات من هيئة الملاحة الجوية. بالتالي هنا تكمن المشكلة الاقتصادية الكبيرة على الجانب البريطاني. لذلك هم يسعون لحل عاجل وسريع لهذه المشكلة. أشكرك جزيل الشكر مراسل الغد عمر بشير، كنت معنا من لندن على كل هذه التفاصيل.